شو بها عمتي؟ ما في شيء، ما في شيء. روح استناني، رح اجي غير لك ثيابك. فاطمة خلص. لا تبكي حبيبتي. كرمالي لا تبكي، روحي. أخي شفتهم بعيوني. كانت إيديهم بإيدين بعض. أنا شفتهم وما حكيت، قلت هو بيجي بيحكي لي. قلت لحالي إذا الموضوع عادي رح يجي ويحكي. بس ما حكى شي وحاول يخبي عني. خلص لا تبكي، لا تبكي، ما بتحمل شوفك هيك. خبى عني لأنه ما بيقدر يبرر موقفه. كل كلامه كان كذب ونفاق، وأنا كنت مثل هبلة عم حاول صدقه ووثق فيه كمان. بس أنت حكيتي كل شي بالقلب، كلامك كان قاسي كتير. اللي أخي معي حق ولا ما معي؟ طبعا معك حق، والغلط راكبه من ساسه لراسه. مو على أساس هدول أعدائه؟ مو قلنا هداك اليوم إنه خبر مصطفى عنهم؟ إذا بدك الصراحة أنا مالي فهمانة شي منو. ميسر حاج تكبري هالقصة. قولي لي فاطمة، هو صارحك بحبه؟ ميسر اسكتي، خلص ولا كلمة. لا تقهري هلا فاطمة، اسكتي. الله يلعن الساعة اللي عرفتهم فيها، الله ياخدهم. لك أنا ليش رحت والتقيت فيه؟ مع أنه لما دق لي ما رديت عليه. قام بعت لي رسالة وقال لي فيها بدي شوفك ضروري. كان بده يقول لي إنه عثمان عم يحفر لي. قابلني مشان يحذرني منه. أنا وافقت روح شوفه بس مشان أعرف شو هذا الموضوع الضروري والمستعجل. ويا ريتني ما رحت. ليش ما فكرت؟ ما كنت بعرف إنه راح يصير هيك. نزعت كل شي بعملتك هي. كل شي. البنت معها حق. بس ما سمعتني. وليش لا تسمع لك؟ هي مستحيل تصدقك. شو ما قال لك وشو ما حكى معك ما كان مفروض تروح تقابله أبداً يا ابني. المسكينة ما صدقت إنها نسيت جروحها، رجعت فتحت لها إياها بالوقت اللي كانت ناوية تنسى فيه كل شي وتعيش حياتها. إجيت أنت ونزعت كل شي. إذا أنت مشوش ومانك واثق من حالك بدك بنت توثق فيك لهالدرجة نعمة على قلبك؟ أنت هيك ما تركت لها خط رجعة؟ شوفي إلي لوين رايح؟ كريم تعال هون. كريم لوين رايح؟ وقف، استنى. كريم إلي لوين رايح؟ جاوبني. لوين بده يروح؟ ركب بالسيارة، وين بده يروح؟ أبصار. شوفي ولوين راح؟ شو بيعرفني؟ شو حكيتي معه؟ شو قلتي له؟ وهلأ شو رح يصير؟ لوين أخذ السيارة وراح؟ وأنا شو بيعرفني؟ ماني عرفان شو عم يصير. فاطمة بنتي أنا ما كنت متوقعة هيك شي منه أبداً. ما توقعت كريم يتصرف هيك. حاول يشرح لي شو صار، قال إنه اضطر يروح يقابله لأنه أصر عليه. مزبوط ما كان لازم يروح لعنده، بس ليكي القصة كلها ما بيهمني إني أعرف شو هي القصة. شو ما قلتي وشو ما حكيتي معك حق بنتي، بس أنا ما بدي منك تاخدي أي قرار وإنتي معصبة. استني لتهدي، فهمتيني؟ كريم مو مثل ما إنتي مفكرة أبداً. مستحيل، أنا ما رح أتنازل عن قراري. أنا بدي أتعالج مشاني مو مشانه. إيه مو غلط بنتي، وبدي أتعالج مشان أتخلص من كل يلي عم عانيه. بدي أعيش حياتي بدون ما أكون عالي على أي حدا، وما بدي أحتاج مساعدة أي حدا هون. ليكي هذا كل اللي أنا بدي إياه منك حبيبتي. القرار صعب بالنسبة لي، بس إذا تراجعت عنه بكون خسرت معركتي قدامه. لهيك ما بدي أتراجع لورا.
وأنا كمان رح أوقف معك وساندك للأخير حبيبتي، ولو شو ما صار. ألو؟ ضيعت لي كل تعبي، الله لا يوفقك. ليش دقت لي لشوفك؟ كريم شو في؟ نزعت لي كل شيء يا حقير. كنت عم حاول اكسب قلبها، واجيت حضرتك قلبت لي حياتي فوقاني تحتاني. قلت لكم لا تفرجوني وشكم ابدا. انتم من وين بتطلعوا لي الله يحرقكم؟ انتم شو بدكم مني؟ كريم دقيقة اهدى واحكي لي شو في؟ قلت لك ما بدي اشوف واحد منكم. لا تفرجيني وشك بعد اليوم. فاطمة شافتنا مع بعض، كل شي كنت عم ببنيه بهالفترة انت هديت لي اياه، كانت رح توثق فيني، وبسببكن انتو او بالاحرى بسببك كل شي صار عكس ما خططت له. فاطمة كانت رح تنسى كل شي صار معها، وبلشنا نرسم طريقنا سوا. بس بعد اللي صار ما فيني اطلع بوشها. انا حبيت نبهك من عثمان. انت خربتها. مساعدة شو؟ انا ما بدي مساعدة من حدا. بسببك انا خسرتها مرة تانية، بس هالمرة ما رح اسكت. اسمعني منيح، اصحك تفرجيني وشك. اذا شفتك قدامي مرة تانية لا تلوم الا نفسك وقتها. سمعان ولا سمعتني؟ ايه سمعت. بقيت لك بيدي، قل لهم لبيت رجدان هذا الشيء كمان مشان يحسبوا حسابهم من هلا. اصلا انا ما ضل عندي شيء اخسر، ومن هلا ورايح مراد ما ضل شيء، ما ضل ولا شيء. رح تنامي بنتي؟ ايه تأخر الوقت، خليكي قاعدة فيني نام والضو شاعل. لا
خليني فوت على اوضتي مشان تقدري تنامي وانتي مرتاحة. ست مريم، انت بتعرفي مكانتك عندي غير الكل، رغم كل اللي صار. ما بدي تاخدي على خاطرك مني، الله يخليكي. والله انا كتير بحبك وبعزك، انت ما بتشبهي هون ابدا. بعرف من البداية انت الوحيدة اللي كنتي واقفة معي ضدهم، وتحملتي مضايقتهم كرمالي، وتعبتي كمان مشان ارجع اعيش حياتي من اول وجديد. بس انا حسيت اني كسرت بخاطرك. لا. طب شو ساوي؟ ما قدرت اتحكم باعصابي بعد ما شفته مع هداك الزلمه. ليك بنتي، بعرف انه غلطان وانتي معك حق، بس كمان انتي كان المفروض تسمعي لكريم بالاول، بجوز ما كانت كبرت القصه هيك. ما بدي ارجع احكي بنفس الموضوع، بكفيني اللي صار لحد هلا، ما بدي ارجع تسود الدنيا بعيوني. فهمت عليكي، تصبحي على خير. وانتي من اهله. ها ليكو اجا. شو جابوا هاد لهون؟ شو بده؟ وقف! انت شو عم تعمل هون؟ يا حقير! نقلع من هون! إلك وش تجي لعنا؟ ما بدي اشوف وشك! عم قلك يلا نقلع! ما عم تسمع؟ نقلع من هون! أنا آسف. قلت لك روح نقلع! سامحيني، أنا عم بعيش بكابوس. الله لا يوفقك! روح نقلع من هون! اهدي فاطمة! يلا نقلع! رح اطلب لك الشرطة! هديك الليلة كنت سكران وماني متذكر شو صار، بترجاكي تسامحيني! لك أخراس ولا؟ يه! بدي اطلع من هذاك اليوم وانا كل لحظه عم موت. سكتوا بجنن الله. لا تمسكيني، بعديلي، لا تخلي اللي بعرفه. بس كريم ما قرب منك هذيك الليله. فاطمه صدقيني كريم ما قرب منك ابدا. لكن اقلع من هون. لمعي لمعي كلبولا. لمعي لمعي فلتو. يا الله شو شو اقلع من هون. كريم ما اذاكي، نحن يلي اذيناكي واذينا لكريم، بس نحن كمان عم نتعذب. روح يا حيوانه بالما قتلك. فاطمه انا كثير عم بتعذب، صرت عم بتمنى الموت. بدي ارتاح. سامحيني سامحيني. الله لا يسامحك، الله لا يسامحك. رح قتلك يا واطي. يسر اتركوني علي، اتركوني علي. بنتي خلاص راح. لمعي راح، تعال قلع. لمعي راح حبيبتي، اهدي حبيبتي. لمعي تعال هون، بدك تفضحنا قدام الناس. خليه يجي مرة تانية لهون إذا كان زلمة، وقتها نفرجي. لعم شو وقح جاي وعم يدق على بابنا وإله عين كمان قليل الشرف. فاطمة ماما شو عم يصير؟ ما في شي يفوتنا، يلا اهدي. قلعتوا من هون، قلعتوا. باين جانن هاد، شو جابوا لهون بهالوقت؟ باين مات اخي، هو اللي بعتوا لهون. مين؟ هي عم اللي بيعملها شو طيبته هالسلمة. قصدك انه كريم بعته؟ لا ما بظن. وين كان كل هالوقت وليش اجى هلا؟ هو اللي بعته، هو قال له روحوا الى هالحكي. لا مستحيل كريم، مستحيل يعمل هيك شيء، انا ما بصدق ابدا. هو عمل هيك مشان سامحه، بس هلا صغير بعيني اكثر من الاول، وانا ما عاد بدي اشوفه قدامي. لا يجي لهون خلص، ما عاد بدي اشوفه. معقول يكون اناني لهالدرجه؟ ما عم بفكر بحدا غير حاله. لك انا شو عملت له انا؟ Thank you.
مشان الله اهدى شمسي. انا اذا خسرته بموت بيسان. ان شاء الله ما رح نخسره. يا رب تقوم لي اياه بالسلامة. لا تتركوه لحاله، انا رايحه اشوف كندا. ماشي انا رح ضل هون. سليم لوين راح؟ عم يحكي على الموبايل. هلا هو بغيبوبه والدكاتره عم بيقولوا انه حياته بخطر. الله يشفي ان شاء الله. هلا هو بغرفه العمليات ما؟ ايه خالو، الدكاتره عم بيحاولوا يوقفوا النزيف الداخلي. الغبي بتلاقيه اكيد كان عم يسوق وهو سكران، ما هيك؟ الغريبه ما كان سكران. انا ما بعرف كيف صارت معه هاي الحادثه، بس عم بيقولوا انه فات بالحيط. الشرطه عم بيقولوا انه انتحار، ما دعس على الفرام، وكمان ما نفاقد سيطرته على الدركسيون. انا كنت حاسس انه رح يعمل شيء بحاله. اخ منه شو غبي اخ. امتى رح ترجع خالو؟ انا صرت باسطنبول خال، اول ما سمعت بالخبر قطعت بالطياره واجيت، وليكني راجع. اصحك تيجي على المستشفى. لا لا رايح على البيت، بس يطالعوا من غرفه العمليات اللي ماشي. طيب كندا كيفها؟ كثير تعبانه، من شوي غط على قلبها واعطوها ابره مهدئ. أنا السبب بكل اللي صار له. أنا اللي دمرته لابني. بسببي كان رح ينتحر ويقتل حاله. ابني كان رح يموت بسببي ورح يخسر حياته بسبب اللي عملته، وأنا وطيت له راسه لابني. لازم ترتاحي هلأ. أنا السبب باللي صار لابني. اهدي حبيبتي بترجعكي. كله بسببي أنا. كله بسببي أنا. أنا السبب. مع مين كنت عم تحكي؟ حكيت مع خالي ألصار باسطنبول. آه بس إن شاء الله ما يجي لهون. لا راح البيت. أهلين بابا. إيه أنا منيح كثير، طلعت من المشفى. ما حبيت لبككم معي لهيك ما خبرتكم بابا. إيه ماشي، أنت دير بالك على أمي هلا، لا تاكل همي أنا. لو ما كنت منيح ما كانوا تركوني أطلع من المشفى. وين رح كون يعني بابا؟ بترجاك لا ترجع تحكي بنفس الموضوع. إيه رح دق على الأوتيل بحجز غرفة، بس تخلصوا من المشفى بتروحوا تنزلوا هنيك. ما بعرف بخلص شغلي وبجي لعندكم.
قلت لك رح اجي حاجة بقى، ليش ما عم تصدقني؟ اي خلص انتو لا تاكلوا همي. يلا بابا بعدين بحكي معك، سلمني على امي كتير. لا أخي، بس أنت فاجأتني. ماشي أخي، أنت بتأمر أمر. ماشي أخي ماشي، فهمت. شو بدك؟ أنا ما فهمت عليك. أصلاً ما في داعي تفهم، أنت عليك تنفذ أوامر معلمك وبس، ولا تتدخل بالباقي. أنا تفاهمت مع المعلم بلال، دفعنا ديونة للبنت وفوقه سكرة كمان، يعني ما عليك غير تنفذ. البنت هلأ صارت تحت حمايتنا، خلينا نخلص الموضوع وحاجة لعي. يعني ما بدي توجع لي قلبي، بس إذا شي مرة شفتك قربت منا ساعتها بنسيك حليبات أمك، ومن هلأ ورايح ما لك علاقة بهاي البنت أبداً. وإذا حاولت تقرب منا رح خلي المعلم بلال يكسر لك رجليك، وأنا كمان ما رح أقصر معك، فرجيك شي ما شفته، فهمت؟ يلا انزلي. شوفي ومين هاد؟ اسمعي الكلمة بلا أسئلة. يلا. طب قلي شو بده مني؟ بده ياخدك. يلا روحي معه. يلا مشي. مين انت ولوين اخذني معك؟ قلي. لعند مصطفى. يلا امشي. قلي بالاول مين بتكون وشو اسمك؟ هلا اركبي لانه مصطفى ناطرك بالبيت. اركبي. لك يلا. انتو شو عم تعملوا عندكم؟ مثل ما انك شايفه عم ظبط الجنينه ونظفها. شو صار؟ حكيتي مع كريم ولا لسه؟ لسه ما حكيت، موبايله مسكر. ليش ما بيعرف انه رح تقلقي عليه؟ خليني ادق له من موبايلي بلكي برد. طيب بدق له من موبايل لمعي؟ ستي ميسر، بترجاكي تنسي الموضوع. شو اعصابك بارده؟ ابنك ما رجع على البيت من امبارح وانت ولا على بالي؟ ست ميسر أنا كتير تعبانة ومالي حيل أخذ وأعطي معك، بتمنى تحاولي تفهميني. إيه مثل ما بدك.
لا فاطمة! آسي فاطمة كيتنجي، اجيتي بكامل إرادتك وبدون أي ضغط عليكي. أنت موافقة على الزواج من كريم أورغاز؟ أخذوا كل شيء، موتوني بالحياة، أخذوا روحي وأخذوا شرفي وأحلامي، سرقوها، سرقوا مني كل شيء حلو أنا حلمت فيه. أنا كمان بدي أنسى اللي صار. أنا نفسي أرجع أحب من أول وجديد، وحابة أرتاح، بدي أعيش مثل بقية البنات، وبدي طيب من جرحي كمان، بدي أرجع أوثق بالناس من جديد، بدي يكون في حدا أوثق فيه. أيوة عثمان بيك. إيه إسماعيل، شو صار معك؟ أنا نفذت كل اللي حضرتك قلت لي عليه وحليت المشكلة. البنت معك؟ إيه، الست نور معي وهلأ رح وصلها. يعطيك العافية، إن شاء الله ما تعذبت بحل مشكلته. ما فاصلتهم كتير، دفعت لهم اللي طلبوه. اسمي ما انذكر ما؟ لا تاكل هم يا بيك، كل شي مثل ما بدك. إيه منيح. مثل ما عم اقول لك، ما صادفتني اي مشكله. بتعرف طالما انك حليت المشكله رح اعطيك اللي بدك اياه. ما عملت غير واجبي يا عثمان بيك. ماشي، انا رح سكر هلا، بس تخلص اعطيني خبر. حاضر يا بيك. الحمد لله على سلامته، طمنوا العمليه نجحت. الله يطمنك دكتور. حطيناه بالعنايه المشدده وهلا وضعه مستقر. يعني قصدك عدى مرحله الخطر؟ إذا مرق هاليوم على خير ما رح يصير له شيء، بس أنتوا ادعوا له ينفذ منه، وبعد هاليوم رح نعمل كل شيء منقدر عليه حتى ما يضل أي أثر للحادث. ليش؟ في احتمال تكون في أثر؟ بكل أسف، الجمجمة تبعه متضررة كتير، والرئة اليسرى فيها خسرة، رح نحاول نميعها. فيني شوفه دكتور؟ حالياً لا. دكتور خليني شوفه. كل كم ساعة رح نعطيكم تقرير عن وضعه العام، بس هلأ ممنوع أي حدا يفوت لعنده. الحمد لله على سلامته. شكراً. تفضل اقعد شمسي. أنا رايحة أخبر كيندا وطمنها. يا حبيبتي. ،
سلام معلم، هي امانتك. يسلموا. كنت خايفة عليك ورح موت من خوفي، خفت ما اشوفك، كنت عايشة بكابوس وحسيت اني ما رح فيق منه. خلص مشي الحال، اهدي. شكرا لك انت كمان، الله يكتر خيرك. يسلموا اخي اسماعيل، ما رح انسى لك المعروفة. لا تشكرني، لازم تشكر عثمان بيك، هو عمل كل شيء. انا حيالله وصيت بينهم وبس. مصطفى اسماعيل لحقني باخر لحظة، كانوا بعتيني لمكان تاني، سامي كان اخذني على قضنا. خلص هلا مو وقته، بعدين بنحكي. اقعد اخي. لا ما بدي ضايقكم. فوت اقعد، خليني ضيفك فنجان قهوه. كيف بتحب القهوه؟ لازم ارجع على الشركه هلا، مصطفى بحاجه للراحه كمان. ديري بالك عليه مشان يتعافى ويرجع على شغله. كم يوم وبرجع بداوم بالشغل. خد راحتك، يلا الحمد لله على سلامتكم. يسلموا سيد اسماعيل، وقول له لعثمان بيك اني انا كثير ممنونه له. بيوصل. اي شيء بتحتاجه خبرني وما عليك. تمام. يلا انا اسمحوا لي لازم اروح. خاطركم. مع السلامة. خفت عليك مصطفى، خفت كتير. خلاص مشي الحال، لا تخافي. وأنا طالعة من المشفى أخذوني بالزور على السيارة، بس أنت ما تركتهم يأخذوني، أنقذتني من بين إيديهم. كيف بدي كافيك ما بعرف. أنا مالي غيرك بهالدنيا، أنت كل عيلتي صدقني مصطفى، مالي غيرك. أنا كتير بحبك كتير، موت عليك. عمتا وين راح أمو كريم اليوم؟ عمتو؟ ما بعرف حبيبي. وليش ما بتعرفي؟ شو بيعرفني؟ أنا رايح على الدكان، بدكم شي؟ لا يسلم. سويت شاي، تعالوا اشربوا معي. وأخيرا. مين هاد؟ كريم؟ ألو كريم، وينك؟ ضليت طول الليل قلقانة عليك. أنت بالبيت؟ بالبيت. فاطمة قريبة منك؟ إليك هون شوفي. أعطيها الموبايل، أنا بدي أحكي معها ضروري. أمي اللي شوفي نطف قلبي. أمي لو سمحتي لازم حكيها. بده يحكي معك. وأنا ما بدي حكي. فاطمة قال الموضوع ضروري، ما في شي بيناتنا نحكي فيه. لك اسمعي بنتي، صوته كتير تعبان، أبصر شو صاير معه. يلا حكي مشاني. ما راح تخسري شي، اسمعي شو بده يقول. ألو. أنا ما كذبت عليك. أوف بكفي. اسمعيني ولا تقطعيني. اسمعيني، أنا ما تزوجتك لأنه كنت مجبور، زوجتك مشان ما يأذوكي، لأنه أهلك كان بدهن هيك. مع أنه أنا كنت عارفان أني ما قربت منك ليلتها، ومع هيك كنت حاسس بالذنب كتير لأنه أنا ما رديت هدوليك عنك. لهيك أنا مذنب مثلي مثلهم. ما بدي أسمع نفس الحكي. اسمعيني ولا تسكري الموبايل. ألو. إيه. أنا قبلان إنه اتعاقب لأني تعبت وهلأ بدي ارتاح، مع إنه النظرة اللي عم شوفها بعيونك أكبر عقاب لإلي. أنا فشلت، ما قدرت خليكي تعيشي حياتك من جديد، وما كسبت ثقتك. بس ما دامك مانك مصدقتيني ولساتك عم تشوفيني مثل هدوليك الوسخين ومفكرتيني عم بخدعك، معناتها أنا رح سلم حالي للشرطة. شو؟ رح أحكي لهم كل شي، رح خبرهم عنهم وعني أنا كمان، خليهم يتعاقبوا الوسخين وأنا معهم.
انت شو عم تحكي؟ هاي هي الطريقة الوحيدة اللي بقدر اثبت لك فيها اني بحبك. انا فايت على المغفرة. ست مريم، شو في بنتي؟ مع اني بعرف انه مو من حقي، وبعرف انك بتكرهيني كتير كمان، انا رح ضل حبك. انا بحبك رغم كل شي صار. ما عم كذب، كل شي. كامل وجيب لي اياه. ماشي. ايه بدي خبر عن جريمة. مو هلا، صارت بالصيفية، ارتكبناها انا ورفقاتي، وهلا انا جيت لاعترف.